من آمن بي وإن مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي لا يرى الموت إلى الأبد. جوزيف مرعب، أسطورة بعالم السوشيال ميديا اللبنانية وأستاذ بالكونغ فو. اكتشفت جوزيف من شي سنتين على ماي بودكاست Do Not Worry يلي بقدمه مع إلايجا نور ونديم، بس ما كنت عم بعرف كيف استوعب هالفيديوز. جوزيف بينزل كذا نوع فيديو على تيك توك، أوقات بيعمل حركات كونغ فو، أوقات بيجرب يسيب أفوكا بورق لعب، بيولع هولا هوب وبينط بقلبه، وبيكب طابيت بيمبون بقلب كبايات مي بمئة ألف طريقة. بيعلمنا طرق جديدة كيف نلبس تياب، وبيفرجينا كيف نشك برايز بالكهرباء. بس أكترية الوقت في كتير مناشف وكتير طابيت بيمبون، ودايما بينهي فيديوياته بجملتين خصاص لإله: هاي قوة التركيز والرب يبارك الجميع. من بعد ما اكتشفت جوزيف بلشت أعمل ريسيرش عليه أونلاين ونبش على قصص، ولقيت كذا فيديو قديمة منه عم بيعمل كونغ فو بالثمانينات والتسعينات، وحتى شفته عم بيعمل اوديشن على Arabs Got Talent. بس بكل صراحة it wasn't enough. كنت بعد بدي اكتشف واعرف اكتر بكتير عن جوزيف، وكان في طريقة واحدة بس تعمل هيدا الشيء: اتعرف عليه شخصيا. بعدت له ديام على تيك توك، بس ما كنت ابدا مستنزر انه يرد علي. بس فجأني ورد علي. استقبلنا جوزيف لإلي ونديم وأنطوان ببيته بكفر شيما لمدة 3 أيام تنقضي وقت معه ونشوف كيف بيعيش حياته، ومش بس هيك تيعلمني شوية كونغ فو. هيدي هي قصة جوزيف مرعب، قصة كونغ فو جيزس. I'm not going to be able to do this. ما قدرت اخفي. موتر كانت شيء؟ مش موتر، لا بضبط اعصابي، بس ما كنت اخفي. قربوا نطلع نشرب فنجان. يلا تعال. انا حابب دغري نروح، بس امي حابه تشوف. بدك تتروق شيء او جيت معنا من ايش او شيء؟ سكونا على طريقه. بونجور. يعطيك العافيه. لا غلي غلي غلي. تعرفنا. كيفك؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. أنتوني دايما بس كون عم بحضر فيديو لأنتوني، هيدا أنتوني دغري بتحضر أنتوني تشوف شو حاكي. أنا وين بوع بكرة بكير بضلني ماشي ستة، يعني ستة وعشرة وثلث بكون هونيك، يعني هلا حاسس حالي لازم اجي من هونيك. صرت خلص النهار هلا. بالنسبة لي بس أنا بضلني لعشية لبعدت من الدنيا يعني. بدنا نعمل إذا في تيك برمنا شوي بالبيت، فرجينا الأوضة عندك ال ايه وين بتتمرن؟ فهون بيسوون بتسوي الفيديو عند الفيديوهات عندك و... هون او هونيك، بس مثل ما شايفين مكركب. لا لا ما تعتبر كلنا هيك. انا شوف انا ما تشوف قوتك كيف. انا بكون عامل بروفيشنال مديتيشن مثل ما بيقولوا او شيء، عرفت كيف، و... ومصلي ومروق حالي وهيك، وبرجع بصور الفلومه. عم بتقرب كتير الكاميرا علي، ما بحبه، ما بعرف ليش، بحس اكن حدا قريب علي بتضايق. هيدي صورة بيي الله يرحمه، بحبها كتير، بتذكره دايما، يعني انا بعد ما نسيت بيي، يعني بكون ماشي بالحرش دموعي نازلين النهر، بس ايه بس تشوفني هيك بتشوفني كتير منيح، يعني غير حالي بكون. تأثرت كتير فيه، حتى لأن ما عملوه حتى بالمستشفى، يعني أنا انزعجت كتير، يعني صراحة كانوا دايما يجوا يسألونا بس نفوت على المستشفى كيف وشو رأيك وهيك، قل لهم لا كتير منيح وكون شايف أغلاط. هالمرة بدي قل لهم أنتوا عصابات مجرمين،
عصامات منظمة ما حدا بيسترجي يجي صوبكن، وعاملين قانون وبتحموا حالكن، هيكن بدي قلون، ما حدا اجى حكي معي. ماشي الحال، بس الفكرة رح توصل، عملت فيديوهات على تيك توك ووصلت اللي بدي وصله. أكيد. سوري اسأل بس، إنه توفى من زمان؟ هيديك السنة 24 أدار. يعني جيتوا لعندي أنتو كان بعده شو ميت، يعني بدك تقول مش الحزن مليني، عم ينزل مني الحزن. فايض نهر. مع إنه أنا ناطر ومش فرقاني معي الموت، ناطر الموت ومستعد للموت منيح، بس موت بيي حطمني. هيدي حبيبة قلبي أمي. رح أرجع أعمل شغلي دايما بعملها قدام كل العالم. بيرتين. برجع بقول يلي بياخد بركة أهله وياب السما بتفسح بوجهه. إن شاء الله الكل بيعملوا أهلهم منيح لحتى ما تندموا، والرب يبارك الجميع. تعال نشوف البلكون. أمي بارتركينا برا الزريعة عندك. شو بيسمون؟ زنبق مار يوسف. هلأ منشوف ونجول وكتير حلوين. وهو رمان وهيك، وهيدي جاردينيا هونيك. يعطيك العافية طنط. الله يعافيك يا أنتوني. فبعد ما شفنا بيته لجوزيف وقوته والبالكون، قرر يطلعنا على الحرش تنشوف وين بيقضي أكترية وقته وبيتمرن وبيصلي. فدب غراده وقلعنا. باركيني يا أمي. هون كنا نسهر دايما، هون وحتى تلة الصليب، بس أكترية الأوقات هون، أوقات منسهر هونيك. بالفعل شي رائع، بس تقعد بالليل هيك مولع نار وعم تشوي بطاطا وهيك، روعة القعدة. نحن ولحقين جوزيف على الحرش صار معنا حادث صغير، زحت أنطوان. انجرح شوي، عندك شي تحت دواء أو؟ ماي بالشنطة سبيرتو. أنا مش بتعرف شو صاير فيي أنا هون؟ إيه. بدك تتعود يا توني. إيه. كيف بدي خليك تعيش هون؟ يلا رح أسبقكم. كيف مالي؟ يلا تفضلوا فوق. بوصل اول شيء باخذ هيدي، بكنش معي غراض، بتطلع اول شيء على القفل اذا حدا مجرب يفتحه. هلا صاروا عم بيعرفوا، لان عرفت الناس يلي عرفوا وحدا حكيهم، بس في كتير قد ما بدك محبين هون. بحمل العصاية بين شو بغرم حول الارض. ليش؟ بركي حدا عامل شيء بالارض او حاطت حدا يعني، وفي ميت او شيء وانا ما معي علم. بدي يكون معي علم بكل شيء بارضي عم بيصير، لان دائما بيجي بلاقيهم مكسرين وعاملين وقصص. هول الجرنات بعبيهم بالشتويه لحتى اسقي منهم بالصيفيه. الله يرحم بيي هيك كان يعمل، هو جيبهم كلهم. بس لونهم ليه لونهم هيك اصفر؟ آه على المي، لان بينزلوا بالبراميل مع الشجر وهيك بيتغير لونه. انه اوقات بفوت حدا من محل دائما براقب، بكسر لك من تاني محل وبيوهمك انه هو جاي من هونيك. انا كلهم بكشفهم وبعرف منين فايت بالاساس وشو عامل وشو مكسر وشو هذا. فيك تفسر لنا هيدي الارض شو لمين؟ هي لستي الله يرحمها ولجدي. كنت قله يا بي عم بشتغل ما عم بيعطوني حقي. قال لي اللي بده ياكل طعميه. تعودت انه لشو هالدنيا كلها؟ بتجي ما معك شيء، بتطمع بيصير بدك كل شيء، بس تجي بالحياه بتفل ما معك شيء. خليك عيش مثلك، مثل ما عاش الرب يسوع، مثل ما عاش القديس فرانسيس، مثل ما عاشوا القديسين. ما بدك شيء من هالدنيا، وغناك هو من عند ربنا. في شيء صاير، حدا فايت، لان هيدي قلبي هيك. هلا يمكن الكلاب يقلبوها، بس انه اوقات تاذي البشر يعني، بس البشر بيأذوا اكثر. بس الحيوان يأذي بكون فرحان،
عرفت كيف؟ بشرف الحيات بطلت عم بقتلهم. عن جد؟ ايه خلص. كذا حي صار لي اقتلهم قلبين بالبرميل، حط لهم عود او شيء خليهم يطلعوا، بطلت عم بقتلهم. لان طلعوا الحيات مخلوقات ربنا احسن من البشر. في كثير حيايا هون بالمنطقة؟ هون وكرهم. وكر الحيات؟ هون وكر الحيات. واقل حي في مترين ونص وثلاثة، وكان في اكبر بكثير، بس هالعمار كله صار يفلوا لتحت وهيك. مرة قتلوا حي ثلاثة نطورة ونص حدنا، جيراننا كانت عنا موجودة بس شوفوها يفزعوا منها. ايه وكر الحيات هون كلها. كنت انا عم بصور اشياء، مرة راكد وعم نط على شجرة، انا عم نط عليها للشجرة، ما اجوا اجري على عمد الشجرة، فات الزنطوفة فاتت بإجري. اذا بتشوف الزنطوفة الفاتة بإجري بتخاف. انا قلت شيء مخيف، بس طلعت بعرف حالي انا بمين مآمن وشو بصير. ما رحت على المستشفى؟ ما رحت، صورتها شيء مخيف، بس تليفوني ما بيحمله، رجعت محيطه. ما بتروح على المستشفى؟ ان شاء الله ما عوز. يعني بحياتك ما لي ثقه فيهم بقى ابدا. لا رايح. يعني اذا بتنصاب وهيك شو بتعمل؟ يعني من بعد ما اوصل للموت بياخذوني ياخذوني، بس اذا فيني ما روح ما بروح. لشو؟ ما لي ثقه فيهم. يعني انا عم بتعامل مع حدا خبيث. يعني كيف المرض بفوت على جسمك خبيث؟ خبصة. يعني بس تقدر تشوف بعينيك، تعرفهم هن كيف بيشتغلوا، بتعرف اذا بدي خبرك الطريقه يلي تصرفوا فيها مع بي وشو عملوا. ما هيك. كيف يلقطوا المصل يعصروه شوي يوقفوا المصل، دق له قل له المصل واقف، يقول لي لا نحن مخففينه. بعد خمس دقائق دق له يجي المصل واقف، يقول لي نحن مخففينه. خمس دقائق دق تجي اللقيمه المصل واقف. فالتجربه اللي صارت مع بيك خلتك يعني ما بوثق فيهم. قلت له المصل واقف، قلت لي نحن مخففينه. برجع بدق بتجي القلقم. قلت له عصابه. ما ليش قلت لك عصابه؟ العارف شو عاملين. انا خفت انه يكونوا عصروا شيء ليوقفوا له كلوي ليرجعوا يسرقون ليعملوا شيء. ما لي ثقه فيهم ابدا. بتعرف جوزيف شادا؟ ولا وبعرفه شايفه عندك. بتحبه؟ ما شايف. شو رايك بجوزيف شادا؟ ليك مره عم بحضر شيء عنه عجبني. لاقول لك ليش. عم بيحكي عن التنمر، قال انه هو كيف تصرف وطلع منه، وعم بيحكي ليفيد غيره. بس حكي بهالطريقه قلت هيدا انسان عنده اخلاق، انبسطت فيه. كيف 4 سنين يرشقوا علي حجار بلوط، حجار على الجالونات ويعطوا اصوات. قلت ما بدي احكي عن هالموضوع انا، لان بس يعرفك وجعت انت هون بصير يضربك هون. ساكت. بس الكون كله تزحزح، انا ما تزحزحت، بس كلهم رجعوا برموا وفلوا، وانا بعدني بيجي لهون. وقد ما تحططوا علي العالم والكبار والصغار، انا هون وهني بفلوا. انا مثل الشمس، اذا بتتغير انا بتغير. لما نحفظت الاربع اناجيل صاروا بداخلي، وهلا انصليهم لحتى قادر احكي معكم، ولا ما بحكي. بتشوفني ساكت. وبلشت صلي قبل بجمعتين، صليت الانجيل ورجعت صليته مره ثانيه، متى مرقس لوقا يوحنا. قلت للنهار اللي بيجي انطوني حتى اكون مرتاح معهم بالحديث، لان العلاقه مع يسوع بتريح لك نفسيتك كثير. حتى لو كنت ملحد تعرف علي يا خيش، خذوا صديق على شي جمعه جمعتين. ايه. ما عجبك كثير. من بعد ما شفنا وين جوزيف بيقضي وقته بالحرش، اخذنا على تله تيفرجينا كم حركه كونغ فو. في اشياء كثير وقفات اكثر وهيك. تايجر والمخالب، عرفت كيف؟ هوري ستانس دائما بتقل على الاجرين، تايجر ستانس بتقل على الاجر ورا، كات ستانس كمان، ايجل ستانس، دراجون. بنضرب شخصين او مندافع ومنرد. مثلا بك تفوت علي بوكس، تفوت علي بوكس، ايه عرفت كيف؟ بتفوت هيك، تفوت بترد هيك، بتيجي شاب عرفت كيف؟ يلا تكون عارف انه كيف بدنا نعمل. يلا البوكس هيدا لقلت؟ ايه. حيت من اللي بشي هيك. انا كنت اتمرن تايكوندو وانا كنت صغير. حلو. وصلت لليلو بيلت. ايه. صفرة يعني ثاني واحدة. كثير حلو. هيدا اللون اللي بحبه انا. تقل هون. والايد فوق وايد تحت. هيك عم بتدافع، حتى اذا انا جاي عم بضربك عم بتدافع عن راسك. هاي هون فوق راسك. عم بضربك انا هيك رديتها. عم بضرب من هون رديتها وبتستعمل اجريك. اوكي. كانوا يقولوا سيفو. هاي التحية للأستاذ.
في منهم بغطوا بهالطريقة، في منهم هيك، انه صحيح عم بغطي الشر بالخير، بس يرجع يصير في شر عم بيهاجمه دغري بيفصلهم عن بعضهم وبيدافع عن نفسه. يعني مثل هاي الدويرة البيضاء والدويرة السوداء، الدافع بإيديك، عم بتدافع بإيديك، تضرب من هون بإجريك. مثلا عم تخنقني، ايه خنوق شد، كيف بدي دافع فيه عن نفسي؟ شد، لا شد مزبوط هيك، ها هيك، ضربة من هون، وفيك تضربه دغري على اجره من هون، هاي الضربة كتير مأزية. كمشتك اجرك اليمين لورا، سيفو خليك طلع، تفضل انت معمرة؟ بس للأسف إذا ما بقدر اعتني فيها وساوي يعني وهيك ممكن ترجع تهبط. هولك تهبط هلا هولك يا تهبط أو يعني هيدا عملتها بإيديك، أنت عملتها لحالك؟ كلها لحالي، في حجارة كبيرة حتى صدقني ما بتقدر تحركها، مش بس لحالك، إذا معك شخص تاني. يعني ربنا عطاني المعونة والمقتلة لحتى قدرت سويتها بالفعل. كنت ناطر انه يجي حدا من هول قوية يزيح معي حجار لطلون، ما حدا، مش حجر، ما حدا شال معي بحصة وعطانية. هاي سميتها الكنيسة كنيسة الروح القدس، لان بكفر شي ما في هاي الكنيسة، بس هو اساسا كل كنيسة بعمرها الانسان بايده ايه بطل الها عندي قيمة. هاي كنيسة الحقيقية تبعون ربنا. اذا انت ما كنتش منيح، كل كنايس الدنيا وكل شي فيه معابد بيصلوا فيها كلها ما لها أهمية. هاي الكنيسة الحقيقية. هي الحياة حلوة إنك تكون مثل الهواء، مثل الشجر، مثل الطبيعة، بتتأمل فيها كيف كل سنة بتعطي زهور وبترجع بتنمع من جديد، شوي بتشتي شوي بيرجع، بيجي عليها الحزن والغيوم. أنت بدك تكون مثلها، حتى لو مرقت بحزن تعرف حالك إنك رح ترجع تتجدد ويرجع فيك ربيع حلو ويرجع ربنا يعطي نعمه من خلالك للبشرية إذا كنت إنسان صادق. مين جوزيف مرعب؟ جوزيف مرعب حدا بحب الرب يسوع من كل قلبه، لأن بعرف هو اللي حبني قبل. هيدا هو جوزيف مرعب. بيقوم بي بقلي بالحرب، جيب كتاب الإنجيل وقرأ فيه، وكانت الأزايف ورصاص عم تجي لعنا وهيك. قلت له ما بدي، وبي كان يحب يعلمنا على الضمة والكسرة والفتحة، حببنا نطلع متعلمين. وقبل كان يجيب لنا أجمل الألعاب وأكتر ألعاب متطورين، مثل هاي البيضة اللي بتكبس عليها بتفتح وبيطلع صوص عم يبرم. بس المهم إنه نكون متعلمين، يجيب لنا كل شيء بس كونوا متعلمين. قلت له ما بدي، قوم جيب الإنجيل ما بدي. قام ضربني، قمت سبيت له وقلت له بس أكبر بدي جيبك لشان أوصك. مارق واحد جارنا يعني، قال له عجبك؟ عم نقول له جيب الإنجيل أرى فيه، ليك شو عم يعمل؟ قال له كل ولاد الزمان هيك. بعد فترة عم خبر المختار، صار عندنا مختار هلا، عم بقول له عن الإنجيل، عم خبره وعم بقول له شو قال له بي، شو قال لي. خبرته إنه ربنا عطاني نعمة إنه أحفظ الأربع أناجيل. قال لي كان واقف يسوع قال لك بدكش تقرأ بالإنجيل إيه؟ لحتى حفظك إياه كلمة كلمة وكل يوم توعى تصلي. إمتين بلشت تتعلم الكونغ فو؟ صراحة كان صار عمري 21 سنة. إذا بدك فيك تقول أنا وصغير كنت سعدان، يعني بعربش على الحيطان، على السقوفية يعني، عرفت كيف؟ كنت ما يلموني إلا قالب عن شجرة أكيدني، أو هيدا أربع أمتورة تكون طولة يعني، وإجي طابش على الأرض يعني على طول. انعجبت بجاكي شان، بعدين عرفت إنه كان في بروسلي قبله هيك. بالفعل لقيتوا الناس مميزين، حبيت إنه عبي وقتي بالرياضة وصرت أتمرن. هيك الإنسان بيبني شخصيته من الداخل، ما بيكون عايش فراغ إنه بدي هيدا يرضى عني أو هي ترضى عني لحتى أنا أكون مرتاح. لا، أنت بتبني شخصيتك من جوا بمحبتك مع الرب بالرياضة،
والكون كله بيخضع لك. ومين علمك الكونغ فو؟ اساسا هودي معلميني جاكي تشان وبروسلي وبروسلي وجاتلي، بس في استاذ غسان مغيمس هو ماستر كان كصديق لي وتدربت معه لفتره وكان يعترف لي انه انا اللي بعمله ما حدا بيعمله. هو صديقي وكان مدربي لا احكي الحقيقه يعني. طب عندك 100,000 موهبه غير الكونغ فو؟ هاي قوة التركيز. المجد لاسم يسوع. وين تعلمتهم هول كلهم؟ كلهم بالبيت وبفترات قصيرة. رح تتفاجأ. الرب بيعطيك مواهب طاقات بجسمك 100%. مثلا بتقلي انت ما بتآمن ايه؟ بس بتآمن انه في طاقة بهالكون. ايه في شيء بس ما بعرف شو هي. ايه؟ ماني فهمان. ما بتآمن انه كخالق وهيك. في طاقة بهالكون. يا خيي انت بتسميها طاقة. أنا بسميها، في حدا بسميها الله، أنا بسميها الرب يسوع، الهندوس بسموها كريشتا أو هيك أو الهنود، أنا بسميها الرب يسوع، المن المؤمنين بسموها طاقة. يا خي هاي الطاقة الموجودة بالكون، إذا أنت بمجرد ما تحترمها وتكون صادق معه وصادق مع نفسك وصادق مع كل الناس يلي بتتلاقى فيهم، كون أكيد هي بتشتغل فيك بدون ما تعرف. فيك تفرجينا على السريع كيف فيك تبرم المنشفة؟ أكيد. ومن وين تعلمتها يعني؟ ليه من وين اجت فكره عم تبرم منشفه؟ ما كنت شايفها بحياتي قبل هيدا. السؤال كتير حلو. كنت احضرهم على التلفزيون بالصين عم بيبرموا اشياء بس مش مناشف. صحون يمكن؟ لا عم بيبرموا شيء مثل منشفه، شيء خصوصي يعني. اجتني فكره انه جيب مناشف وطويهم وقطبهم وكمان بجيب منشفة زيادة بقصة بالنص وبحطهم بهيدا بقلب كل منشفة وبقطبهم. عم تصور؟ ايه. اذا ما زبطت بنشيله. هودي من المستحيلات، من اول مرة بيزبطوا معي. ما بعرف ليه انا موترك كأنه. لا لا من اول مرة بيزبطوا، بس انا ما عم بتمرن جاي عشي، ما عم بتمرن له يعني. أنا شايفك على Arabs Got Talent على يوتيوب في الفيديو تبعك والأوديشن تبعك، فيك تخبرني عن وقتك على Arabs Got Talent؟ بوقتها Arabs Got Talent إذا بتشوف مني خطأ فيك تلومني، بس ما كانوا صادقين ومنهم محبين. هاي بكل بساطة ولا خطأ، وعامل كل شيء درس وبفكرة، وكنت واصل الليل بالنهار بالتمرين يعني ولا يمكن أخطئ. وكل العالم يفوتوا على الأوضة مثلاً هيدي لا تستعد لحتى تفوت، يخافوا يصيروا يرشفوا ويفلوا. بوقت أنا مش أكن حطتني بالبيت عندي، أكن قاعد بقوت النوم ونايم على تختي قد مني مرتاح، لأن بحطوك وبحط اللجنة قدامك والأدوية ضاربة عليك والناس كلها وراك يعني أكلهم كلهم أعدائك. أنا فايت مرتاح كتير على وضعي، بس شالوا الموسيقى وكان راسي كان صايم قبل بنهار يومين ما صار لي مش اكل، راسي عم بيوجعني وقايم على بكره كان في ندى على راسي، وبالليل لسمعت قداس ورحت وبيسالوا اسئله يعني ما قلها بالموضوع، مثلا بيسالوني انه ليش ما بتشتغل؟ يعني انا رايح اقدم لك موهبه، عم فرجيك موهبتي، بتسالني انت ليش انا ما بشتغل؟ صح. أو حتى أجوبتي كانت أقوى من كل أسئلة تبعون لجنة الحكم، بس ما بيتجرأوا يحطوا الأشياء مثل ما هي. عندك رسالة بتحب تبعتها لأحد من الحكام يلي كانوا على اللجنة؟ بعرفهم أنه ناس مأمورين، شو بدي أبعت لهم رسالة؟ بيكونوا حاطين لهم أشياء بدينتهم، خسروا شيلوا ما بعرف شو، بس بدهم يمشوا برنامجهم بيجيبوا عالم، بس يتطلعوا بضميرهم. هن بيعدوا حالهم أساتذة ومغنيين وناس ممثلين قادرين وبيسقطوا الناس اللي عندها مواهب، يتطلعوا منهم منصفين ابدا. ليه ما بتشتغل؟ او بتشتغل انت قررت ما تشتغل، بتفضل تهتم بالبيت بالجنينه بالتمرين؟ كثير منيح، جربت اشتغل بحياتي لقيت كل شيء له حدود عندي، ما اقدر امشي بشغلي، لكن حدا موقف لي رزقتي بكل شيء. جربت بالتمثيل كمان، جربت بكل شيء، لقيت انه هيدا قدري، ارضي ربي يسوع وخلي الرب يسوع ينمى بداخلي واقدر وصله لكل العالم، وبالفعل هيك صار.
الرب يسوع بده يوصل لكل العالم. وإذا بعد في أمل بالحياة للبشرية العايشة على الأرض، هودي النووي والهيدروجين وهودي والغواصات والطيارات ما يستعملوا، بدهم يسمعوا كلمة لإلي يلي عم بيقولها الرب يسوع. إذا بدهم ما يستعملوا ويضلهم عايشين، وإذا بدهم يضلهم فلتنين على راسهم، كون أكيد رح تتدمر الأرض وينمحها، ينمحها كل أطار الشر. هيدي حقيقة. ليش قررت بلش تيك توك؟ ما كنت أعرف فيه للتيك توك، حتى اليوتيوب ما كنت أعرف فيه. لما سقطوني بأرب جود تالنت، قاعد عند شاب صاحبي جيت من فيستا، قال لي أنا بسوي لك يوتيوب. وهيك صارت، في واحد وعدني ما وفي، الثاني سوى لي اليوتيوب، وهيك مشيت. التيك توك ما كنت أعرف فيه، واحد بيقول لي إنه التيك توك أفضل من اليوتيوب، جرب. هلا أنت بتلاقي إنه يلي ما قدرت تعمله بحياتك إذا كان تمثيل أو بالشغل، هلا التيك توك عم بيساعدك توصل لهالأهداف؟ ليك بالزمانات الرسل يحملوا حالهم إنه يمشوا، وبدون يقطعوا حدود والشمس والناس بدون يلتقوا فيهم والعصابات والأشرار، عرفت كيف؟ يعانوا معاناة كتيرة لحتى يوصلوا كلمة الرب، وينصلبوا وينرجموا وينضربوا بالعصي وينحرقوا وينكبوا للأسود. ربنا عطاني أنا وقاعد بخمس دقايق بقدر صور حيالة فيديو بتشوفه صعب وبنزله على التيك توك، وبحكي بخمس دقايق شو بدي أحكي بطريقة من الطرق تقدر تفهمها كل البشرية. لأن أوقات بس تقلهم عم بحكي عن يسوع والرب يسوع، البشر ما بيتقبلوا. من هو الرب يسوع؟ هو في الله يا خي، ماشي الحال. أنت بتسميه الله، أنا بسميه الرب يسوع، بس تحكي عنه ما بيتقبلوا. عم بوصلهم لكل البشرية لكل الأنواع بالطريقة يلي هن بيفهموها. حبوا يسمعوا ويسمعوا مثل ما بيقول السيد المسيح والرب يسوع، من له أذنان للسماع فليسمع، ويلي ما بده يسمع ويحر زنبه عجنبه. استغربت وقت صرت معروف؟ كنت مستنزل هيدا الشيء يصير؟ صراحة عندي الموهبة وكل شيء، بس قد ما الحياة سكرت بوجهي قدرت انه يمكن ما تصير. بس عارف انه رب السماء مهيالي شيء لقلي، شو هو ما بعرف. بعدني بمشي على الطريق وبتجرنا بالعالم، يعني اذا بشوف في عالم هون وفي طريق ابعد لحتى اوصل على بيتي، بروح على الطريق الابعد لحتى ما اشوفه. تفضل تكون لحالك بحياتك اكثر من الوقت او اكثريه الوقت، او مع عالم، مع ناس، مع اصحاب؟ انا مش لحالي. انا لما بكون لحالي انا رح بيجي بقعدك محلي هون. اذا بتقعد 10 ايام بتكون بطل بدك. انا مش لحالي. انا لو ما الرب يسوع بحياتي ما بقدر اعيش هون. انا انسان بحب الحياه. تعرف كيف بحب الحياه؟ مين أكتر عالم بيحبوا الحياة من وقت ما بلشت الدنيا؟ عدلي من الملوك والإمبراطورية والأمراء لوقتها بتنتهي. هيدا هو أنا. أنا بحب الحياة وما بدي إياها كلها كرمال كلمة الرب يسوع. بس بحب الحياة إن شاء الله فكرك أنا ما بحب الحياة، بس جاي يقعدون لأني بحب الحياة. كيف بتبلش نهارك؟ شو بيصير معك؟ بس أوعى بضلني حامل حالي وجاي لهون، بكون عم بصلي الإنجيل مثل ما قلت، متى، مرقس، لوقا، يوحنا. انا عم صلي الانجيل مثل ما شفتوني ببرم حول الارض، بيجي على الاوضه ببلش اتمرن. طول النهار هون، ما تسألني عن أكل، ما تسألني عن شيء، بس كون مع الرب يسوع ما بتفرق معي الكون كله. قديش فيك تضلك بلا أكل وبلا شرب؟ هاي الجمعة 7 أيام 8 أيام، وعم بتمرن، كنت أشرس تدريب أعمالي صالحة، أعمالي بتحكي عني من بعد الموت، لأن حاسس حالي كيف قامي معلمي من القبر. أنا بقوم، وكل إنسان بتيع ربنا كمان بيقيم من الموت، لأن نحنا جينا على الدنيا مش للموت. ربنا بده يشركنا بالحياة. بس إذا شفت إنسان صالح بهالحياة بتضحك عليه،
ما بتاخد بحديثه إلا ما توقع بمشكلة بهالحياة ويصير بدك مين يعينك. ساعتها دخيلك يا ربي شو لازم أعمل. لايك تصور كنت أركض ورا التلفزيونات، خلوني أنزل بمشهد تارك شغلي تارك كل شيء وراكد وراهم، وعندي موهبة قوية يعني مش راكد وراهم، بشوفهم شو كانوا يطلعوا. ما حدا كان يستقبلني. بس سمعت الكلمة من بي وجيت قعدت بالحرش، ولك عم يترجوني العالم ليأخذوا نمرة تليفوني ما بعطيهم اياها. انت الوحيد لحديد الله، الله فتح لي قلبي لعنده. صرت ننزل 4 فلوم اليوم. بونجوري. تفضلوا تفضلوا اقعدوا، جاي جاي. يلا يلا. ما احنا ما بدنا نأخرك. ايه ما رح نتأخر. ايه شاي احسن؟ انا بحب اقعد شخصيا ما بشرب قهوة. اوكي. مش حطيت لهم سكر، بدنا نجيب سكر هلا. انا كبيت بديها تركيز. بدك اياها تركيز؟ تركيز. طيب. هي تركيز مكترة. مكترة كثير. من بعد الحرش ومن بعد ما شفنا كيف جوزيف بيتمرن، عملنا بيت ستوب صغير عنده بالبيت قبل ما نروح على نادي التايكواندو تنشوفه عم بيعلم صف للصغار. احنا بنادي الادب والرياضه كفر شيما، وهلا جايين على نادي التايكواندو. جايو سلم عمو جوزيف. شو صايرين ابطال؟ برافو. ايه يلا نشرب قهوه ونرجع محلاتنا. بدنا نجرب نوقف الوقفات تبعول الكونغ فو، يعني اذا بتلعبوا تايكواندو تعلمتوا شوي من الكونغ فو كثير بيفيدكم بيفيدوكم. نبلش بالهول ستانس، نيجي هيك وقفوها اذا بدكم. قديش الواحد بيوقفها قديش الواحد بيكون قوي. كثير بيتمرنوا لها او هيك بيوقفوا ساعات وبكونوا حابين بايديهم اشياء ثقيله. بكل صراحه كثير بيلبق له لجوزيف انه يعلم كونغ فو. عنده طريقه كثير حلوه مع الاولاد والباشن تبعه للكونغ فو واضحه. إذا واحد ضربنا مندافع بهالطريقة أو بهالطريقة أو بهالطريقة إذا ضربنا مندافع حتى إذا حدا ضربنا، وهي بتكون هون حتى ندافع بهالطريقة هيك أو هيك أو لفوق. مضبوط برافو. هيك ها قدر رد. جرب نشوف. برافو. ها قدر رد. مش دغري نسلت إيده هيك 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 فوق راسي. وبطلي بطلي. من بعد ما حضرنا الصف انا كتير اتحمست وقلت له لجوزيف انه صار دوري انا اتعلم الكونغ فو. واحد اثنين بتطلع اجري على صدري وبيجي شبها. عرفت كيف؟ في تايلر؟ زاد بس انتبه انا الحوض تحت.
شو هيدا؟ حلوة؟ شو هيدا؟ رايحين على نادي البينج بونج هلا مع الشباب لنفرجيهم مهارات البينج بونج. ايه لحقونا. ليه بتفتح نادي صراحة؟ إذا أنا كنت أنت بتعرف كل لبنان بيجي لك بيوقفوا بالصف يتعلموا منك البينج بونج. كانوا يقولوا لي هيك حتى من البلاد برا بدهم يجوا من جوا العالم. هلا إنه عندك التيك توك شو صرت هلا صرت معروف عم بقول لك افتح نادي معهم حق لازم تفتح نادي. إذا يكون مثلي هيك هيك؟ لا لا اتس فاين سيلفي أحلى. اليوم جايين على نادي بعضة البينج بونج. كوتش كميل خيي بيدرب هون. لحقونا. انت انت حكم رسمي؟ حكم اتحادي. فاخذنا جوزيف على البينج بونج وشفنا خيو هونيك خيو بيدرب وما في ولد ما لعب ماتش ضده جوزيف. لعب له ضد 12 ولد ما ترك ولد بكفر شي ما لعب ضده ولعب ضد اهالي كمان. وبعدين لعب ضدي وربح بس مش قبل ما انا اكبسه وحده بتعجبكم صراحه. وبالاخر ترجيناه تنفل لانه كان لازم نروح على الكنيسه قبل ما تسكر. يلا عجلوا معوش وقت مش الحال. يلا يلا هي كنيسه سيرت الورديه اساسا المير علي بناها. كانوا يسموها كابيلا المير علي. رجعوا زادوا عليها. تفضلوا شوف الابونا هو المسؤول هون بالرعية. فتح لنا الرعية. هذه الكنيسة قضيت حياتي كلها فيها. ايش صلي كان في ابونا مخيل الصافي هون. كل يوم كان يقدس من بعد ما يخلص القداس ساعتين سجود للقربان. رح قول شيء من الانجيل. بقول السيد المسيح تعالوا الي يا جميع المتعبين والمثقلين الاحمال وانا اريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني. تجدوا الروح لنفوسكم لأن نيري لين وحملي خفيف. وفي اليوم الثاني ذهب يسوع إلى مدينة تدعى يناين وذهب معه تلاميذه وجوع كبير. فلما دخل باب المدينة رأى ميت محمول وهو شاب وحيد لأمه وهي أرملة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. ودنا ولمس النعش فوقف الحاملون. فقال يسوع أيها الشاب لك أقولكم. فقام في الحال وابتدأ يتكلم. فاستولى خوف على الجموع وقالوا قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. والرب يبارك الجميع. حياتي ملكك يا رب. من بعد نهار طويل وكتير رياضة وكتير كونغ فو اجا وقت الغداء. ثانك يو كثير عن جد. جوزيف بدك تاكل معنا؟ انا عشية. عشية؟ عشو هي؟ لا طيب باكل تغلبني منى دايما. انا خلص قالت منى شو بتقول مجبورين. صحتين على قلبكم. على قلبك تي. طيب الاكل. شو هي قوة التركيز؟ قوة التركيز بدل ما تعمل الشغلة عدة مرات او ميات المرات بتقدر تختصرها بكم مرة. بتصير تقدر وين زتيت الطابة ووين اجت على حافة الكباية. يا بترجعها يا بتقدمها يا بتقوي ايدك يا بتخفف لحتى باختصار شديد تقدر تساوي الحركة. ومن وين بتجي هيدي القوة؟ من داخل الانسان ومن فكره ومن عقله الباطني. انا مكتشف من زمان انه عنده قوة التركيز بس بغير طرق. بطرق الصلاة كيف ربنا عطاني نعمة انه احفظ 4 اناجيل وكيف بصليهم كل يوم. بس اكتشفتها بس صرت اعمل بالورق طفي الشمع واعمل هيك حركات يعني انه غير عن المألوف ما بيقدروا البشر يعملوها. عرفت انه موجودة عندي. هيدا الفيديو لفلسطين. مثل ما شفتوا هي قوة التركيز. والرب يبارك الجميع. في حدا يكون عنده قوة التركيز بلا ما يأمن؟ بده يكون بيأمن بشي. انت كإنسان ما بتأمن ايه؟ بس بتأمن بالطاقة بالكون. صح. يعني بتعترف انه في شي بالكون اقوى منك بيقدر يسيطر عليك اوجدك بيقدر يخليك تكون فرحان بيقدر يعطيك السعادة.
إذا كان قلبك صادق بشو ما أمنت وبتعامل خيك الإنسان مزبوط، كون أكيد بكون عندك قوة التركيز. بتقول لي حلو دقنك، بتحبني أتجوز، بتحبني ربي عائلة. بدك أتجوز؟ هلا خلص شو؟ خلص مش هتأخر. وبتحبني إنه تشوفني تكون قاعدة عم تحضر تلفزيون من الأربعة للعشرة للأحداعش بالليل، أنا عم بتمرن نطنت وهي عم تحضر، آخر شيء منين بيطفوك أنت؟ عود. أنا إذا أكيد بحب إنه ربي عائلة وهيك، بس أنا اخترت طريق يلي هي أسمى إنه أمشي مع الرب يسوع. من بعد الغداء الكتير طيب أخذنا ناب صغير بس لنرتاح شوي قبل العشاء. ليك أنا بقية هيك مبهبطة وما بعرف كيف على البنطلون، بلبس شيء أسود تقريبا بيلبع على هاي كحلة شيء هيك. كتير زبطين كتير زبطين. تغيرت نسمة معلش بدك. يلا يلا. أي أحلى لون عندك؟ لون؟ أنا كنت نقي الأصفر. أختي تنقي الزهر، خيي إلي من بعدي بنقي الأخضر. رح أقول ترتيلي من كلماتي وألحاني وأنا رح رتلها. روحك يا يسوع تقرب من روحي، روحك يا يسوع تقرب من روحي، قلبك يا يسوع يقرب من قلبي، قلبك يا يسوع يقرب من قلبي، نورك يا يسوع ينور دربي، نورك يا يسوع ينور دربي، قربانك يا يسوع يملي حياتي، قربانك يا يسوع يملي حياتي، صليبك يا يسوع يبارك حياتي، صليبك يا يسوع يبارك حياتي، حياتك يا يسوع تملي حياتي، حياتك يا يسوع تملي حياتي. ما حدا كان يسجل لي اياها، يعني اذا بتروح عند حدا راهب او شيء بقول لك بدك استوديو، بكون بيسجل وعنده استوديو وكل شيء يعني، بس ربنا بيعرف كيف يوصل الاشياء اللي بده يوصلها. في وحده كنت عاملها رح اقول جزء منها لاني نسيتها عن صح من بعد ما تبين نسيت كل شيء، بس رح اجرب اقول. يا يسوع الحياه من دونك موت، يا يسوع الحياه من دونك موت، يا يسوع والموت فيك حياة، يا يسوع والموت فيك حياة، يا يسوع أنا من دونك مثل السمكة من دون مي، يا يسوع أنا من دونك مثل السمكة من دون مي، يا ربي ما تنساني، نارك فيي ولعاني، خلي روحي تتحرر من حبس اللحم الفاني، تحميني من بركاني، يا ربي ما تنساني، نارك فيي ولعاني، محيطات معنا بمائدتي المذبح، أيها الجسم السامي أنت للروح قوت وديعا خلصت العالمين، أمك السمين افتديتنا جميعا بدمك السامي، أنت الرب العطور فارحم عبدا ضعيف قدام عن اسمنا يصفح. مقبولين؟ يعني في حدك شغلة بتقلي بتعطيني رأيك فيها؟ لا طوال سنوات. شو بيعرف يغني؟ بقول أنا شو بدي أقول؟
كان في عادلة بعد شي ساعتين عم بتسمع على جوزيف عم بيلتيل، بس اجا وقت العشاء عزمنا خيو لجوزيف الدكتور كميل عنده على البيت. بس مش لاقه مع البنطلون. بلا قريب هيدا الميدة كل شي بيبقى مع الميدة، فيك تلبس شو ما بدك، زهر اخضر مع هيدا بلبس ابيض، كنت موجود القميص والبنطلون لا بس كتير ابيض. اه صح؟ هيك بتصير شكلك جاي من كولومبيا. بدنا البرنايطة. روحك يا يسوع ينور دربي، قربانك يا يسوع يملي قلبي. هذا طاووق بقر. اه واش ما كنت عارف حتى طاووق بقر؟ واو يعني لحمة؟ نو هو لحمة كله، بس انه يعني مش دجاج. لا دجاج. اه دجاج. اوكي وهيدا بورك. صحتك يا رب. يلا كيفتي؟ صحتك منى. صحتك ان شاء الله ربنا بيعطيك الصحه يا رب. مش مين ما كان بيقدر يعيش الحياه اللي انا عايشها، هي حسب ما عايش الانسان بنفسه. في اشياء اختبارات نفسيه ما بتعرف على اي صحراء انا فايت بحياتي، ما حدا بيعرف على اي فضاء او على اي بحر اعماق بحار دخلهم بحياتي لحتى عايش الحياه اللي انا هيك بهالشخصيه هذه. عرفت كيف؟ جوزيف ليه ما بتفتح نادي كونغ فو وانت بتعلم فيه كونغ فو؟ ما بعرف ليش، لان بحس حالي عم بعلم العالم على التيك توك وعم بوصل لهم الاشياء ببلاش. انا عم بقول لك كل العالم، كل لبنان بيوقف بالصف رح ينترك اذا بتفتح نادي. انا عم بقول لك بنصحك افتح نادي، عم بقول لك كثير بياخذ سكسس، كل لبنان بيجي بيتعلم عندك وانا بكون اول من تلاميذك. كخيو لجوزيف شو رايك بنمط حياته اللايف ستايل تبعه؟ كيف بعيش حياة مختلفة من كل العالم تاني؟ بالأول كنت عارضه بالموضوع، ما كنت كتير يعني هيك مسالم معه، بس بعدين صار يجيب لي قرص عني أرضاني. لا منيح، جوزيف إنسان لا مادي، ما في حدا مثله. نقطة كتير مهمة، كلنا بالبيت معظمنا لا ماديين، هاي النقطة جوهرية. بس فاجأني بمسألة انه صار شهير على فجأة. يعني هيدي كانت صدفة. بالإجمال هو الوحيد اللي كان يبحث عن الشهرة. ولقاها بالآخر. لقاها. بس صاروا يجوا التلفزيونات يترجوني أو أعطينا تليفونك أو احكي معنا. ما أحكي مع حدا. ما بيهمني المصاري، بيهمني وصل الرسالة للعالم يكونوا ناس صادقين. ويحترموا غيرهم ويعاملوا الكل مثل ما بيحبوا يعاملوا نفسهم. المال ما بيهمني، واكبر دليل شوف يلي حاطين مصاري بالبنوك كيف راحوا عليهم. عرفت كيف؟ صح. جاهل يلي بيعلق قلبه بالمال وبحط كل اماله عليها، بس يلي بيعلق قلبه برب السما يلي هو الرب يسوع بعتقد هاي اللي هي الحياه. ويلا بنشوفك بكره اذا الله قريب. ما رح اقدر لك، لا بتضربني امي. بعد يومين مع جوزيف عم نتعلم كونغ فو وعم نحكي عن يسوع وعن الإنجيل، إجا دوري أنا عرفه على عالم البوكسينج. فأخذت جوزيف على أقوى بوكسينج جيم بلبنان، بوكس يارد بيزوق مصبح، owned and operated by شرب الخوري، أقوى بوكسينج كوتش بلبنان وكمان ماي كوتش. عرفنا جوزيف على الشبيبة كلها مثل جورج زيلا، بيدروس وأمل، الجرمكاني، المورو، وابن خيو للكوتش وفيوتشر وورلد بوكسينج شامبيون وبوكسينج بروديجي راين خوري. مرحبا
لزقهم بوجهه هيك دبل باك هيك حاله وطي راسك شوي هيك ما تطلع هيك هيك عيونك لتحت هيك تكون هيدا واطي شوي جرب جوزيف بقلب الجيم كأنه فلتته ولد بلونا بارك، ما في شغلة ما عملها، لبت وشبق ونطنط وصور تيك توكس، فش خلقه، يعني بثلاث أيام يلي قضيتها معه ما شفته هالقد مبسوط. جرب بعملهم فيه اللي عملتهم فيه. أول ضربة ليش تأخرت لجيت؟ أهم شيء دايماً ترد إيديك بهاي الطريقة على وجهك وما تركز على القوة هيك ما بدي قوة أبداً أوكي؟ إذا أنا ضربتك من هون أنت لترد هيدا البانش ما يجي هون رح تنزل بخصلة كروس هوك لخوين من هون بوب علي كوعك يصير هون وبروم خصلة فاشل ببروم كيف ببروم؟ عمل لي ساد يس وقف كيف بيخل الجاد؟ كروس كروس ابر كات هون 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 هاي هاي موف ايه ايه اب شوي شوي برجع بلس بضرب ايدي قدام يس اب 1 على هيدي بروست بروست دغري رجع بقول انا والرب يبارك الجميع يلا يلا بدي يلا روح يلا قرب 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 ابو المور ابو الزوز قرب يا هي قوه البوكس والتركيز والرب يبارك الجميع والرب يبارك الجميع One, two, three. Hey guys, قبل ما ننتقل لآخر مشهد الفيلم يلي هو my favorite مشهد. كيف بدي أولا اعتذر إنه العربي تبعي منه منيح مثل ما لاحظته بس جربت. Okay, thank you. تانيا في كتير عالم بيحبوا يتمسخروا على جوزيف بينتقدوه بالكومنتس وهيك بيضحكوا عليه وفي كتير عالم مفكرين إنه أنا عملت هيدا الفيلم تضحك على جوزيف او تتمسخر عليه بس جاي تاكد لكم انه ذات از نوت ترو بالعكس ما في لكم قديش بحبه لجوزيف وقديش بعتبره مثل العائله at this point he's like family so I love جوزيف كثير بحبه وكثير بحترمه لجوزيف so بس كنت بدي اكيد عن هيدا الشيء بس بعترف انه اول مره انه شفت وقت شفت فيديو لجوزيف مثلكم انا كمان ضحكت عليه لانه ما كنت فهمان شو عم بيصير ولا شيء بس مع الوقت بلشت افهم وذن وقت تعرفت عليه عن جد فهمت انه هو عن جد he's such a unique person و I admire قديش يعني عطى كل حياته كرمال يسوع and to spread the word of Christ وانا حدا ما كتير بآمن I'm an atheist
بس ما فيي ما احترم شخص مثله هالقد ملتزم بشغله either بدينه او بالرياضه or something. و يعني I look up to him و I admire هالقد الديديكيشن اللي عنده اياه. هو ما بده شيء من العالم, ولا بده مصاري ولا بده شيء, he just wants to spread the word of Christ. ف I find that amazing. و رح اقول شيء شوي غريب, بس جوزيف اقرب شخص لقديس انا شايفه بحياتي عن جد. من I've never met someone who في يصير قديس اكثر من جوزيف. يعني عن جد شخص بيعقد قلبه, ما في لكم قد ايه طيب, وما بده شيء من هالدنيا كلها. So يعني جوزيف كثير بحترمك, كثير بحبك, ثانك يو لانه فتحت لنا بواب بيتك وحياتك لانا ونديم وعطوان لمده 3 ايام. وبعدني لهلا ماني فهمان ليش جوزيف نقاني لإلي تتعرف عليه تاجي على بيته تصور معه, لانه بعرف في كثير عالم عم بتجرب تحكي معه وهيك, بس I don't know ليش he chose me. بس I'm honored. Thank you, Joseph. It means a lot to me. وقبل ما انسى, thank you لسندويف لانه ساعدونا نعمل هذا الدوكيومنتري. حضروا لاخر الكريدتس تشوفوا كيف انتم فيكم تستفيدوا from a special offer مع سندويف. Anyways, enjoy هذا المشهد الاخير تبع الفيلم. انا كان حلمي وقت عملت هذا الدوكيومنتري انه صور جوزيف عم بيعمل كونغ فو بطريقه بتعقد, ستيل كاراتي كيد, بطريقه بتاعت ايميل لهيز تالنتس, لانه كل الفيديوز اللي هو بيصورها وبينزلها ما نكذب انه ما هالقد بتبين الابيليتي تبعه بالكونغ فو. So أنا هدفي بس كنت صور له شيء كتير مرتب, منصور له فيديو ما بينسيب حياته عن جد, يعني the definitive جوزيف مرعب كونغ فو فيديو. و I hope you guys like it, I hope we did it. و جوزيف is a fucking badass. الحق أنا مواجه الشيطان وجه لوجه, وصار هو يخاف مني وأرعبه لأن الرب يسوع حط كل كلمته فيه. آخر كلمة للرب يسوع: اذهبوا وبشروا جميع الأمم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس, فمن آمن واعتمد يخلص ومن لا يؤمن يدان. وهذه الآيات تتبع المؤمنين: باسمي يخرجون الشياطين ويتكلمون اللغات ويحملون الحيات, وإن شربوا سما مميتا فلا يؤذيهم, ويدعون أيديهم على المرضى فيشفون. وبعدما كلمهم الرب باركهم وانفصل عنهم. فوقف ملكان وقالوا: ما بالكم أيها الرجال الجليليون تنظرون هكذا؟
أرأيتم كيف صعد؟ هكذا سيأتي، والرب يبارك الجميع. روحك يا يسوع تقرب من روحي، روحك يا يسوع تقرب من روحي، قلبك يا يسوع يقرب من قلبي، قلبك يا يسوع يقرب من قلبي، نورك يا يسوع ينور دربي، نورك يا يسوع. I'd like to thank Sendwave for helping us make this documentary. Stick around to find out how you can make $10 or more thanks to Sendwave. Sendwave is a great money transfer app and a fantastic way to send money to your friends and family in Lebanon. It's cheap, quick, safe, easy, and guarantees that you'll keep more of your money and waste less on fees. And the best news is, your friends and family in Lebanon will get an extra $10 with your first transfer. So if you live in the US, Canada, France, Spain, Italy, Belgium, or Ireland, you can download Sendwave right now and sign up. It's fast and secure. And when you send your first transfer to Lebanon, use code CASHDNW to get an extra $10 applied to your transfer. Even if you just send $1 to Lebanon, with our code CASHDNW, your loved one will receive $11 total, which they can pick up at any Wish Money location nationwide. There are no transfer fees and no pickup fees. So if you live in Lebanon and have friends or family in the US, Canada, France, Spain, Italy, Belgium, or Ireland, tell them to download Sendwave. They can send you as little as $1, and with the code CASHDNW, you'll get $11. The more people you know abroad, the more money you can make. Thanks again to Sendwave for helping us make this film a reality.